أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. نكمل موضوعنا عن الحركة الوطنية المصرية في ظل زعامة الزعيم محمد فريد الذي جاء خلفا للزعيم مصطفى كامل. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الزعيم مصطفى كامل انه واجه في الحركة الوطنية صعوبات عديدة تمثلت في تخلي الخديوي عباس حلمي عن الحركة الوطنية بعد حادثة فاشودة، ثم تلاها تخلي فرنسا عن مصطفى كامل بعد الاتفاق الودي سنة 1904، ثم توفى الزعيم مصطفى كامل سنة 1908 عن عمر 34 سنة. هي تاريخ حافل من النضال ضد الاحتلال، اتعلمنا منه الإصرار والعزيمة وعدم اليأس، وأن حرية الشعوب يجب أن تنال عن طريق المواجهة والمقاومة وليس بطريق الخضوع للاحتلال. الزعيم محمد فريد زعيم من طراز فريد، أي أنه زعيم واجه صعوبات عديدة منذ أن تولى قيادة الحركة الوطنية، فلم يكن محمد فريد المناخ يلائم محاولته لمواجهة الاحتلال البريطاني لمصر. واجه محمد فريد صعوبات عديدة يأتي في بدايتها سياسة الاتفاق بين عباس حلمي والإنجليز، أن الخديوي عباس حلمي وإنجلترا أصبحا أصدقاء، يتنكر عباس حلمي للحركة الوطنية ويعاديها، وخاصة بعد تولية المعتمد البريطاني الجديد اللورد جوريست الذي جاء خلفا للورد كرومر بعد حادث دينشواي. الصعوبة الثانية اللي واجهها الزعيم محمد فريد هي سياسة الاتفاق بين انجلترا وفرنسا. إذن محمد فريد زعيم لا يعتمد لا على عباس حلمي ولا يعتمد على فرنسا ولا يعتمد على أي مساعدة سوى الشعب المصري. طيب تعال نتفرج مع بعض على جهود الزعيم محمد فريد الذي واجه صعوبة كثيرة في عهد المعتمد البريطاني اللي هو كان اسمه جوريست، وده معتمد بريطاني ذكي جدا من نوعية المعتمدين البريطانيين الذين يعتمدون على أسلوب الهدوء ومحاولة تهدئة الشعب المصري. يبقى محمد فريد تولى الحركة الوطنية ويواجه صعوبات، زادت هذه الصعوبات لما تولى المعتمد البريطاني الجديد الحاكم الإنجليزي المصري الجديد اللي اسمه اللورد جوريست. جوريست عمل على تهدئة الشعب المصري بعد حادثة دينشواي. يبقى محمد فريد يحاول إثارة الشعب المصري ضد الاحتلال في الوقت اللي فيه المعتمد البريطاني جوريست يتبع سياسة التهدئة. عمل ايه المعتمد البريطاني جوريست عشان يهدي المصريين ضد الاحتلال؟ واحد، خفف الرقابة على تصرفات الخديوي عباس حلمي. يعني المعتمد البريطاني جوريست هد عباس حلمي وقال له ان احنا يعني احكموا مصر براحتكم واحنا ضيوفكم، فهو بيحاول يهدي الشعب المصري بكل الطرق. سمح للمصريين بممارسة سلطتهم في الحكومة. واحد، يبقى واحد وسع، خفف الرقابة عن الخديوي وعباس حلمي، سمح للمصريين بالحكم الذاتي يعني يحكموا في بلادهم براحتهم وده عشان يريحهم، وسع يعني ادى لمجلس النظار سلطات واسعة. ده مش كده بس، المعتمد البريطاني جوريست عمل حاجة، التوقف عن سياسة تعيين الإنجليز في الحكومة. يبقى جوريست عمل على تهدئة الشعب، سمح لهم بحكم ذاتي، خفف الرقابة عن الخديوي، وسع مجلس النظار، بدأ يتوقف عن سياسة تعيين الإنجليز. طب محمد فريد بقى بيعتمد على الشعب المصري، كيف يستطيع إثارة الشعب المصري في الوقت اللي فيه المعتمد البريطاني بيطبطب عليهم؟ هنا بقى نتكلم عن جهود الزعيم محمد فريد لمواجهة الاحتلال. عمل محمد فريد على تحقيق ثلاث أعمال، عشان كده ما يقول لك إيه، برهن على لمحمد فريد الزعيم الوطني جهود وطنية عظيمة. هقول له أول حاجة عملها توسيع دائرة الحزب الوطني، الحزب أي الجماعة السياسية اللي اسمها الحزب الوطني اللي أنشأها مصطفى كامل لتوحيد الشعب،
محمد فريد عمل على توسيع دائرة الحزب الوطني بضم أعضاء من القرى والمدن الأخرى. عمل محمد فريد على توحيد الشعب على شكل نقابات العمال الصنايع سنة 1909. عمل محمد فريد على تثقيف الشعب المصري وتعليمهم في مدارس ليلية. يبقى محمد فريد عمل ثلاث حاجات: وسع دائرة الحزب الوطني عشان يوحد الشعب كله في حزب واحد يقف ضد الاحتلال. اثنين، عمل محمد فريد على انشاء نقابة عمال الصنايع او الصنائع سنة 1909. عمل على توعية الشعب بانشاء مدارس ليلية حتى يتلقى المصريين تعليمهم ويفهموا ازاي يواجهوا الاحتلال. ثم رحل المعتمد البريطاني جورست وجاء بعده المعتمد البريطاني كيتشنر. عاوزين نقول هنا ان محمد فريد في موقف لا يحسد عليه. اولا عباس حلمي والانجليز حبايب، انجلترا وفرنسا حبايب، ده مش كده بس، المعتمد البريطاني اللي قبل كيتشنر كان بيهدي المصريين اللي اسمه جورست. لما رحل جورست جه كيتشنر وده كان اعنف. لما جه المعتمد البريطاني الجديد كيتشنر استخدم سياسة القسوة مع الحركة الوطنية المصرية. يبقى كيتشنر يختلف عن المعتمد البريطاني جورست. فإذا كان جورست خفف الرقاب عن الخديوي وسمح المصريين بحكم ذاتي وقلل من وظائف الإنجليز في الحكومة، المعتمد الجديد اللي هو كيتشنر أعاد سياسة النجلزة. أعاد سياسة النجلزة أي وظائف الإنجليز، ومارس سياسة القبضة الحديدية والقسوة ضد الوطنيين، وعطل في الصحافة، بل ووصل به الحد إلى أنه قام بسجن الزعيم محمد فريد سنة 1912. إيه القصة؟ يبقى عندنا اتنين معتمدين بريطانيين عاصرهم الزعيم محمد فريد، جورست اللي هدى المصريين وده صعوبة لمحمد فريد إن هو يسيرهم، يسير المصريين ضد الاحتلال، وكيتشنر اللي هو بيستخدم العنف ضد الحركة الوطنية وبيسموا كيتشنر صاحب سياسة القبضة الحديدية أي استخدام العنف. يبقى كيتشنر أعاد النجلسة، أعاد القبضة الحديدية، طارد الوطنيين، عطل الصحافة، سجن محمد فريد 6 أشهر. الحجة أن محمد فريد كتب مقدمة ديوان شعر اسمه وطنيتي، ديوان شعر للشاعر اسمه علي يوسف الغاياتي. محمد فريد كتب مقدمة ديوان شعر اسمه وطنيتي، مقدمة. المعتمد البريطاني كيتشنر اتلكك لمحمد فريد وبيعمل له ارهاب وحبسه بحجة ان هو بيسير الشعب المصري ضد الاحتلال. ثم حاول المعتمد البريطاني كيتشنر أن يسجن محمد فريد عدة مرات، فلم يجد محمد فريد حل يساعد به الحركة الوطنية إلا أن يسافر عشان يبقى حر يقدر يهاجم الاحتلال، لأنه جوه مصر هيتسجن من غير ما يفيد الشعب المصري. فقرر السفر إلى تركيا، ومن تركيا يسافر فين عشان يفضح إنجلترا وفرنسا؟ زي ما احنا قلنا راح مسافر على ألمانيا عدوة إنجلترا وفرنسا، وظل هناك حتى توفي سنة 1919. وقدر محمد فريد زي ينشر قضية مصر في الخارج عن طريق ألمانيا بعد ما كان مصطفى كامل بيعتمد على فرنسا في فتح الاحتلال الإنجليزي. نيجي لآخر نقطة، بيعتبروا السياسيين أن عام 1907 هو عام نشأة الأحزاب السياسية في مصر. كلمة حزب سياسي معناها جماعة من الأفراد بيأسسوا كيان اسمه حزب. الحزب ده بيبقى ليه أهداف معينة وليه وسائل معينة لتحقيق أهدافه. فعام 1907 بيسموه في التاريخ المصري هو عام نشأة الأحزاب السياسية، لأن في هذا العام أنشأ الحزب الوطني الذي يعتبر أعلى الأحزاب المصرية صوتا في تلك الفترة. أعلى حزب في صوته
يطالب بالجلاء والدستور هو الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل. وإلى جانب الحزب الوطني ظهرت أحزاب، بعضها مع الاحتلال وبعضها مع الخديوي وبعضها تدافع عن مصالحها. إذن عام 1907 هو عام نشأة الحياة السياسية في مصر، لأن في هذا العام إلى جانب الحزب الوطني ظهرت أحزاب عديدة، بعضها يوالي الاحتلال، بعضها يوالي الخديوي، ولكن كل منها له طريقته في تحقيق أهدافه. لكن يبقى الحزب الوطني في تلك الفترة، حزب مصطفى كامل ومحمد فريد، هو أعلى الأحزاب المصرية التي كانت تنادي بالجلاء والدستور، حتى قامت ثورة 1919، والتي تولى فيها الحزب الوفد، الحزب التاريخي الكبير، قيادة الحركة الوطنية في ظل زعيمه الخالد سعد زغلول. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وكان معكم هشام عرابي.